يقول هل يجوز تشكيل لجان شرعية لجمع التبرعات المالية وإرسالها إلى المستضعفين من المسلمين المضطهدين خارج البلاد دون أخذ إذن من ولي الأمر أو الجهات الرسمية، مع العلم أن ولي الأمر يمنع من جمع هذه التبرعات بغير إذن؟ لا، ما يمكن أنهم يعملون هذا، لا بد أنهم أخذين الإذن. لا نسيء الظن بهم، قلنا أنهم أخذين الإذن، ما يمكن يقدمون على شيء بدون موافقة ولي الأمر على هذا، لكن نحن ما ندري، لا نتهمهم